لما تخرجت اتعينت شماس مكرس في اسكندرية في سبورتنج مع ابونا بشوي كامل وابونا تدرس يعقوب وابونا ماتا باسيل وابونا السيداروس. ما قعدت الشهرين والبابا شنودة نقلني مريمينا شبرا شماس مكرس، كان ابونا اخنوخ وابونا مرقص. فاتنقلت من اسكندرية، يعني بدأت باسكندرية، نزلت قعدت في كنيسة مريمينا شبرا لمدة سنتين. بعد كده دخلت الجيش، خرجت من الجيش اترسمت على كنيسة القديسة دميانة العدوية بولاء، قعدت ككاهن أخدم فيها لمدة 17 سنة. بعد 17 سنة حصلت لي تجربة معينة، بعديها البابا شنودة نقلني كنيسة العذراء عيان بيك شبرا، كانت سنة 1996. قعدت بقى في كنيسة العذراء وخدمتي كاملة في كنيسة العذراء لغاية النهاردة.